طيب شيخنا، هل الرؤية مخصصة الناس؟ يعني في ناس رؤيتهم زين وناس رؤيتهم مش زين، ناس تأخذ منهم يعني، وناس على قولت أبو حنان هذا صيني هذا ياباني هذا. أولا لا شك أن أصدق الناس رؤياهم الأنبياء، لأن رؤياهم وحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام رأى في المنام، قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا قال إسماعيل مباشرة؟ هذا دلالة على أن المسألة وحي. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، صح ولا لا؟ مع أنه رأى رؤيا، فهذه دلالة على أنها وحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كفلق الصبح. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان كان الوحي بالرؤيا 6 شهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي عن طريق الرؤى. هذا القسم الأول لا شك أن رؤاهم حق ولا يختلف في ذلك أحد، بل هو وحي. القسم الثاني وهم الصالحون، فكلما كان الإنسان أكثر، كلما كان الناس الإنسان أكثر صلاحا، كلما كانت رؤياه أقرب إن شاء الله إلى الحق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، أو أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فكلما كان الإنسان صادق في حديثه كلما صدقت رؤياه. ولذلك الكلاف ذلك كثير كذبه، سبحان الله غالبا تكون أحلامه غير صادقة.